الكرة لارسن هو اللي تفوق وخرج الكرة للتماس. دخلنا الثمان دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل. فيلوسو يرفع الكرة ممتازة، بابا جول جول كريستيانو رونالدو رونالدو رونالدو، يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 82 من عمر المباراة بكيفية مباغتة وغريبة. دفاع منتخب السويد الذي كنت أمدح فيه منذ لحظات، يترك كريستيانو رونالدو يأتي من بعيد ويسجل هدف السبت في هذه المباراة. البرتغال يتفوق على السويد حتى الآن بهدف مقابل صفر بفضل كريستيانو رونالدو الذي يسجل هدفه رقم 44 مع منتخب البرتغال. فيلوسو في التوزيع ورونالدو في المكان المناسب في التايمينج المناسب، يفتح مجال التسجيل بالراس لصالح منتخب البرتغال بصعوبة كبيرة جدا 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 لصالح منتخب البرتغال. هدف مقابل صفر أفضل من صفر مقابل صفر بالنسبة للبرتغاليين، والأفضل والأهم بالنسبة للبرتغاليين هو أنهم يحققون أول فوز لهم في تاريخ مواجهتهم.